نشجع جميع المواطنين ليشاركوا بالانتخابات، نتكاتف كلنا كمواطنين لإنجاح الانتخابات ونعطي درس للعالم إنه سوريا بخير. أهلا وسهلا فيكم لأعمارة من جديد. الاستحقاق كما ذكرنا هو في ذاته انتصار، لأن سوريا تفرض إرادتها ولا تفرض عليها إرادة خارجية، ولأن سوريا تعلن أنها الدولة التي تتمسك بسيادتها وتتمسك بشرعيتها التي تنبع من إرادة شعبها. إذا بحب هالبلد أنا لازم أشارك بالانتخاب، والانتخاب هو من حقي ومن مسؤولياتي. أنا بطلب من جميع المواطنين السوريين، هيدا واجب وحق لهم. الاستحقاق الدستوري هو واجب شرعي. ليش واجب شرعي؟ لأنه هذا الاستحقاق هو في مصلحة البلد، في مصلحة الشعب، في مصلحة الدولة. اليوم نحن واجب علينا نختار الشخصية اللي منشوفها فيها خير لهالبلد، هي رح تكون صمام الأمان.